مشينا وكونا خلقنا لونساج وخلقنا كل هالأجهزة اللي كنت تكلم عليها. أنا من الناس ما كنتش نقول أنا شخصيا من الناس اللي كنا في هذاك الوقت اللي خلقنا كل الأجهزة. هذاك الوقت كانت تعطينا جواب علاه، خاطر البطالة ما كانتش بطالة، ما عندهاش الكوز وحدة، البطال اللي قاري زي والبطال اللي مش قاري زي والبطال في المدينة زي والبطال في الريف زي والبطال اللي كان يخدمه في قد منصب شغله زي، يعني ما تقدريش تخرجي علاج واحد لكل البطال، يعني كل بطال لازم تفكر وتشوف له جهاز اللي يتناسب ليه. ويبقى مكافحة البطالة هو الاستثمار في الحقيقة، ولكن هذا كلهم أجهزة اللي تسهل وتعطي فرصة إلى الشاب، تعطي له أكثر قدرة بيندمج في سوق العمل. يعني على نقول أن نتكلم على هذا البرنامج نتاعنا اللي تقراه في 97 2002 فيه هذه الأجهزة. في 2002 2007 عمقنا هذه الأجهزة وخرجنا تقدر تتبعيها وراهي معمول بها. البرنامج نتاعنا 2007 و 2012 تكلمنا على 50,000 مؤسسة مصغرة اللي خارجة من لونساج. الحمد لله الحق حرنا بالحق، كل التحفيزات اللي جات خلاتنا خلقت 61,000، يعني فاتت 50,000 اللي كنا احنا طلعنا في البرنامج نتاعنا. وش اللي رانا جايين به اليوم رايح ابعد، خاطرنا كل جهاز تمشي وتقيمه وتطوره على حساب الاوضاع. درك احنا اليوم اللي يهمنا اكثر من مراسم شغل اللي نخلقها هو ان نخدم الشخص لا ريسورس هيومان. لازمني عن طريق التكوين نرجع اعاده التكوين نتاع اليوم. تخرج انت من الجامعه عندك شهاده وما تقدرش تلقى منصب شغل في عالم الشغل، لان الشيء التكوين اللي قمنا به الى حد اليوم تكوين عمومي وما يتناسبش وما يتمشاش مع طلب سوق العمل. هذا درك احنا خرجنا بأجهزة اللي راه عن عتق الدولة نكونوا نعطيو تكوين إضافي باه نوجدك باه تكون كونسومابل بار المارشي.